الكابتن طارق حامد نفسه، لان واضح جدا ان الكوع ده بقى حاجه كده نفسيه اسمها متلازمه طارق حامد. ده حقيقي والله، متلازمه طارق حامد. الموضوع ما بقاش خاضع لفكره تحكيم، ما بقاش خاضع لفكره طرد او انذار. الموضوع لان انا شفت تمرينه، حتى في تمرينه نادي الزمالك الكابتن طارق حامد بيعدي منه يوسف اوباما قام يديله بالكوع. فهنا الموضوع بقى يعني خلاص متلازمه. ده التسخين قبل الماتش. انت فاهمني، متلازمه. فبقى الموضوع محتاج حد يقعد مع الكابتن طارق حامد نفسيا، يكلمه ازاي يتخلص من العاده السيئه دي. ولحد ما يتخلص من العاده السيئه دي، يعني احنا شايفينها فارس لقطات من ماتشات مختلفه جدا، لغايه ما يتخلص بقى من العاده السيئه دي، يعني نقول للحكام حاولوا انتوا بقى العلاج بالصدمه بفكره الطرد يوقف متلازمه الكابتن طارق حامد. وعايز اقول حاجه بالنسبه بقى لبعض الاعلاميين اللي كانوا في الفريق العمل لتحليل قنوات اخرى، اتكلم عن فكره ان الباشمهندس عادل القيوي والاستاذ ابراهيم المسي اللي بنكن لهم كل التقدير واحترام، وبعض الجهال من الاعلاميين اللي هم بيقول لك الاعلاميين الصغيرين، قادوا الناس لفكره ان طارق حامد عنده مشكله في التناول والضرب واشياء من هذا القبيل. الحقيقه هو انا عايز اقول له ان انت في وقت من الاوقات طلعت قلت ان قناه النادي الاهلي ملهاش تاثير. ما ينفعش لما يكون لقناه النادي الاهلي تاثير ترجع تشتكي، ومفيش جهال صغيرين طبعا هيردوا عليك بنفس المنطق بتاعك، ولكن مفيش جهال صغيرين هيقودوا الناس لفكره توضح او تلقي الضوء على ازمه موجوده في الملاعب المصريه ممكن تاذي اكتر من لاعب على راسهم لاعب لسه الشهر اللي فات لاعب الشرقيه اللي خد كوع في فكه حصل له مشكله، ووارد جدا الكوع اللي حصل في المباراه اللي فاتت ممكن يقضي على حياه لاعب. فاعتقد المفروض ان حضرتك تساعد زي ما كان قبل كده اعلام زملكاوي بيطرح فكره طارق حامد ان لازم يوقف الكوع، احنا بنقول لازم كلنا نساعد الكابتن طارق حامد يتخلص من متلازمه كابتن طارق حامد. ده على المستوى النفسي، اما على مستوى التحكيم والقانون يا فارس هو ده اللي لازم نتكلم فيه. اولا يا احمد احنا لا نتطاول على احد، واي احد هيتطاول علينا هنا مش هنرد عليه بنفس الاسلوب، ومش هندخل في امور شخصيه ولا تعارض مواقف لان هنحرج الاخرين وده مش هدفنا. ولكن فيما يخص كابتن طارق حامد انا غير معني حتى احمد لو انت اتكلمت عن شخصيته، يفعل ما يشاء ولكن انا معني بتطبيق القانون. كابتن طارق حامد لو هو مش فارق معاه ان ياخد كل مباراه طرد ياخد كل مباراه طرد، ولكن انا لازم اوجه رساله قبل ما تكون لطارق حامد لحكامنا في قواعد قانونيه واضحه. قبل ما يكون هو متهم بخرق القانون او ان هو بيأذي زمايله، لا، انتوا اللي بتساهموا في ايذاء اللاعبين بعدم تنفيذ القانون. الماده واضحه اللي بتتحدث من شروط الحصول على بطاقه حمراء فكره العنف. المادة في لوائح وفي نص القانون الخاص بالتحكيم بتقول أن العنف حينما يوجه لاعب محاولة باستخدام قوة مفرطة في اتجاه خصمه وهو لا تكون بحوزته كرة القدم. اللعبة الأخيرة اللي حصلت فيها الكوع واللاعب نايم في الأرض، الكرة مش بحوزته، مفيش لعبة مشتركة، ده أكتر تطبيق شفته ممكن في محاضرات بتتعمل للحكام انت تشرح عليها القاعدة دي. فبالتالي انا مش فاهم اي مبرر ان حكامنا بيدعموا الظاهرة دي. احنا ما بنتعرضش لفكرة كابتن طارق حامد في حاجة، لاعب مهم جدا، جمهوره بيرى ان هو احد اهم اللاعبين في فريقه، ده شيء ما يخصناش تماما. ولكن اللي يخصنا كل مرة بنلاقي حالة بالشكل ده، الأغرب إن المباراة اللي بعدها بتيجي تلاقي نفس الحالة. ما ينفعش، ده مش صح، خصوصا إن في قانون يجب تطبيقه يا أحمد بشكل مباشر. أنا هنا بلوم، أنا مش عايز أخد اللوم للكابتن أحمد الغندور في المباراة دي تحديدا، على حكم واحد طبعا، لكن احنا بنتكلم على الحكام قبل كده، ولكن تحديدا الحكم الرابع كان واقف وشايف الواقعة دي. يمكن الكابتن أحمد الغندور كان بعيد عن اللعبة شوية، ولكن دي كانت قدام الحكم الرابع تحديدا. وهنا لازم دورك كحكم رابع انك كنت تتدخل وتوجه حكم الساحة ان هنا في ضرب متعمد مؤذي بدون كرة يستوجب الكارت الأحمر. لكن حكم المباراة على غير العادة طلع الأسبوع ده خطأ تحكيمي أفاد النادي الأهلي في هدف
في مباراة انتهت 4-0 غير مؤثر على نتيجة المباراة، ونادي الزمالك لم يستفيد هذا الأسبوع من أي خطأ تحكيمي على غير العادة. وبرغم أن البعض بيتكلم كتير عن فكرة الأخطاء التحكيمية، حبينا نعمل لكم حصاد بشكل مختلف، حصاد بيوضح فيه أن كل ما يقال عن فكرة النادي الأهلي وبطولة النادي الأهلي اللي حققناها موسم 2018-2019 ما هو إلا أوهام وأكاذيب غرسها البعض في عقول مشجعي بعض الأندية. عندنا حصاد